بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، هكذا على بركة الله وتوفيقه ينطلق في هذه اللحظات الشوط الثاني عشر الخاص لتنافس الابكار لسن الحقائق لمسافة 4 كيلومترات. منذ لحظات انطلقت هذه الاسماء والشعارات المشاركة هنا من اجل الفوز بالانتصار هنا مع هذا الشوط المنطلق. نبدأ مع المقدمة ونتابع واياكم الصدارة والمركز الاول بداية هذا الشوط مشاهدين الكرام. هنا مع البداية الأولى من يتقدم هذه الزعامة على المركز الأول لعبيد بن محمد بن ضبيع الاكتبي من يقدم لنا زعامة على المركز الأول، بينما المركز الثاني فالتقدم والحضور على مستوى المركز الثاني. نلاحظ التقدم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات القوية وبهذه المشاركة في هذا الصباح والانطلاق الكبير. هنا الوصول ايضا من جواهر لعلي بن سالم بن حميد بو ظفيرة العامري القادم مع جواهر على المركز الثاني وفي ثالث المراكز. الوصول ايضا مشاهدينا الاعزاء مع انطلاقة الذيبة لمطر بن سعيد أبو دعي الزعابي القادم على المركز الثالث. وفي رابع المراكز تنطلق الآن الشاهنية لمبارك بن حمد بن راشد الاكتبي القادم على المركز الرابع. المركز الخامس الواصل الآن هنا مع هذا الشعار المنطلق وصلت علاج لصغير بن عبد بن تغيميل الاكديلي القادم والمنطلق على المركز الخامس. السادس مع خطيرة لسالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد سويدي على المركز السادس. وفي سابع المراكز شواهين احمد بن علي بن سعيد النعيمي القادم هنا على المركز سابع. وفي ثامن المراكز تتحرك هنا على المركز الثامن. القدوم والمشاركة مشاهدينا الكرام من الفائز الخليفة بن محمد المري على المركز الثامن. وفي تاسع المراكز تأتي الطبيل الساري بن محمد بن كراز المهيري على المركز التاسع. وعاشر المراكز المتدخلة هنا مع هذه الانطلاقة بوجود والتحديات اللي هي متناهية لمحمد بن شرقي الحرسوسي الوهيبي. نعود إلى المركز الأول إلى بداية هذا الشوط وإلى البداية الأولى في هذه الانطلاقة القوية. إذن المركز الأول الصدارة مع الذيبة على المركز الأول هنا لمطر بن سعيد الزعابي من ينطلق على البداية الأولى بتحديات الذيبة، بينما المركز الثاني وصلت زعامة القادمة على المركز الثاني. هنا عبيد بن محمد بن ضبيعة الاكتبية يحضر على مستوى المركز الثاني بانطلاقة زعامة. المركز الثالث النقلة إلى جواهر غادمة شعار بو ظفيرة هنا مع انطلاقة جواهر علي بن سالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري من ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع تحركت الآن الهدى لسالم بن عبيد المنصوري القادم على المركز الرابع. المركز الخامس مع زعفرانة محمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي القادم على المركز الخامس. وفي سادس المراكز الطبي سالم بن محمد بن سالم المنصوري. نعود وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى المقدمة إلى انطلاقة زعامة هنا شعار بالضبيعة من ينطلق على المركز الأول في هذه الانطلاقات القوية. هنا من يتصدر الجميع يتصدر الأسماء مع وجود زعامة على البداية الأولى، بينما المركز الثاني الضبي قادمة على ثاني المراكز. هنا تقترب من زعامة لسالم بن حمد بن سالم المنصوري يتقدم على المركز الثاني والثالث مع الضبي لساري بن محمد بن كراز المهيري. شعار بن ميرين قادم على المركز الرابع مع وجود الزعفرانة محمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي على المركز الرابع. وبدت الحركة، بدت السرعة، بدت الإثارة هنا على البداية الأولى
مع المركز الأول. الله يا سلام، البداية مع الظبي، غيرت الظبي إلى المركز الأول. سالم بن حمد سالم المنصوري ينطلق مع البداية الأولى في هذه المنافسة القوية. المركز الثاني، القدوم مشاهدين الكرام مع انطلاقة أجواء هنا من تنطلق مع أجواء هذا الشوط، منصور بن زيد بن علي بن دري المنصوري. وفي المركز الثالث تقدمت الآن قاسية، سالم بن فارس بن حمد الشامسي. الله الله الله، اللحظات الأخيرة المقدمة مشاهدين الكرام مع انطلاقة أجواء على المركز الأول في هذه المنافسة القوية على البداية الأولى. المركز الثاني كان الوصول هنا متابعين الكرام، ولكن نعود وإياكم هنا إلى المركز الأول مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء إلى من حقق المركز الأول. هنا تهانينا والناموس في هذه اللحظات إلى مالك فن لحمد بن شطيط بن سالم الوهيبي على انتصار فن بالمركز الأول ودخول سريع هنا مع اللحظات الأخيرة. المركز الثاني، المركز الثالث كان الوصول مع وجود وانطلاقة هنا من وصلت في المركز الثالث اللي هي الظبي لسالم بن جابر بن أياي المنصوري. المركز الرابع، المركز الرابع اللي هي يقين لراشد بن محمد بن مهير المنصوري. والخامس، المركز الخامس وصلت أيضا اللي هي الظبي لساري بن محمد بن كراز المهيري. إذا التوقيت الزمني مشاهدين الكرام هنا لحظة الدخول السريع مع وجود فن هنا من حققت المركز الأول، وأن تؤكد هذا الفوز هنا فن بشعار حمد بن شطيط الوهيبي من انتزع المركز الأول. وتوقيت الزمن 6 دقائق 11 ثانية وجزء واحد من الثانية هنا من حققت المركز الأول، بينما المركز الثاني كان الوصول من أجوال منصور بن زيد بن علي بن دري المنصوري. وتوقيت الزمن 6 دقائق 11 ثانية وجزء واحد من الثانية من وصلت في المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول أيضا مع وجود مشاهدين الكرام اللي هي الظبي لسالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري. وتوقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية من وصل في المركز الرابع. المركز الخامس، الرابع يقين لراشد بن محمد بن مهير المنصوري، 6 دقائق 11 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. المركز الخامس كان الوصول أيضا من الظبي لساري بن محمد بن كراز الميري. وتوقيت الزمني هنا من وصل